السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على القناه لمواليد برج التور. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم انت تعلم ما يفرحني وتعلم ما يشغل تفكيري وما يضيق صدري لاجله. يا رب وكلتك امري فاصلح لي شاني كله باذن الله. ربنا هيكرم لك، هيكرمك وهيفرحك فرحك وهيسعدك بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بس انت ركز في قراءتك، قراءتك مبشرة، قراءتك كلها خير. ونشوف مع بعض بالصلاة على الحبيب. بص ده بيدل ان انت عندك تبشرات حلوة بسم الله ما شاء الله. دي توقعات شهر فبراير كامل متكامل. بسم الله عليك، بسم الله، بسم الله. لا يا برج التور، بسم الله عليك، لا عندك اخبار حلوة، عندك امور هتتظبط اليومين دول. بس هنا عندك تراجع، وشك دبلان، عندك خبرين حلوين هيفرحوك الايام اللي جاية. انت الايام دي بتهتم بنفسك، بتهتم بحالك جدا، بس بلاش تسمع كلام ست بتحاول ان هي تستغلك بطريقتها. انت مشكلتك اللي على قلبك على لسانك، صريح جدا في التعامل مع الناس، صريح جدا في تعبير عن مشاعرك. وخلي لي بالك من الست السودة اللي قعدالك ومرصودالك اللي هي قريبة منك. الفترة دي انت بالك مشغول بصحتك جدا، صحتك فيها امور مضايقاك، بتاخد علاج، بتحاول تراجع دكتورك الله اعلم. بس انت هنا بتحاول ان انت تصلح صحتك. بسم الله كمان ما شاء الله عليك. هنا عندك هنا خبر حلو جدا، الخبر الحلو ده هيفرحك وهيعوضك عن اللي انت شفته في حياتك. انت اتخذلت كتير، اتخذلت من مقربين، اتخذلت من اشخاص من دمك ولحمك اكتر من مرة. في كمان هنا انت محروم من اهل، محروم من خلفة، محروم من اطفال، الله اعلم انت محروم من ايه. بس انت هنا بص انت عندك حرمان، والحرمان ده مضايقك انت، مخليك نفسك يبقى يكون عندك الحد اللي انت بتحبه بينك وما بينه صلة. فقريب جدا جدا بإذن الله هيكون فيه امور هتتصلح ان شاء الله بإذن الله. في كمان هنا انت ناوي تغير سكنك حاليا، عايز تشتري بيت، تشتري شقة، الله أعلم انت عايز تشتري حاجة معينة في حياتك عشان حاسس ان الحاجة دي لو اشتريتها هتفرحك. انا دايما اقولك انت مشكلتك ان انت حواليك ناس بيقولوها كده، حواليك ناس في قمة الشر، في قمة الغل، حواليك ناس يعني فيهم حسد وغل اتجاهك. ليه؟ علشان انت دايما ناجح، علشان انت دايما واثق من كل حاجة في حياتك. بص هنا كمان عندك بصمة، والبصمة دي هتكون خير. انت من وقت للتاني بتحس ان انت مخنوق ومتضايق وملكش نفس ولا تاكل ولا تشرب ولا تعمل اي حاجة في حياتك الفترة دي خالص. انت واثق في قدراتك وواثق في نفسك. من فترة عرفت حاجة، والحاجة دي يعني مش هقول ان هي زعلتك ولا صدمتك، بس عرفت قد ايه ان انت كنت بتتعامل مع اشخاص، الاشخاص دول يعني هتقول قلت استغفر الله العظيم بجد ربنا بينجيني. خلي بالك انت عندك يجي حوالي 5 أو 6 اخبار. الست الاخبار اللي هيجولك دول هيفرحوك قوي. هو خبر واحد، ومن خلال الخبر واحد انت اللي هتفعل الباقيين، فما تقلقش. الخبر هيكون زيادة في الدخل، انت هيكون عندك فلوس جيالك، واقدر اطمنك ان امورك مع الشريك هتكون في صالحك انت. بس خلي بالك من قعدة اصدقاء او من كلام قال وكيل. انت ما بتحبش الكلام الكتير وما بتحبش تتكلم برضو عن نفسك، بس هم مش سايبينك في حالك. يعني انت تخلي بالك هم مش سايبينك في حالك. لو انت بتتجنبهم فهم مش متجنبينك، لو انت ما بتتكلمش معاهم فهم برضو مش سايبينك في حالك. فانت ما تأمنش لحد، وتخلي بالك من نفسك الفترة اللي جاية، علشان خاطر لو هم قاصدين يأذوك انت تكون احسن منهم، وانت اللي تجننهم، وانت اللي تاخد القرارات الصح اللي في حياتك. عندك هنا ملايكة، والملايكة هم اللي حصرينك، ملايكة مقربين ليك. الملايكة دول هيخلوك الفترة اللي جاية تغير من أمورك وتغير من تصرفاتك مع أفعالك الحلوة بإذن الله. بس دايما أقولك إن أنت
شخص بتعرف تتكلم، شخص واثق من كل الخطوات، وشخص أنيق جدا في كل تصرفاتك أو في كل تيسير الأمور اللي عندك. ربنا هييسر لك كذا أمر، بس في دموع نازلة من عينك بقالها مدة، أو مازالت في دموع عمالة تنزل من عينك. يا هل ترى من شيل المسؤولية؟ يا هل ترى من إن أنت عمال تعاني من ناس كتيرة جدا؟ يا هل ترى من توتر، من حيرة؟ أنت في بعض العراقيل اللي واقفة بينك وما بين ناس كتيرة جدا. ما تقلقش، في خير، الخير القادم هيكون رسالة ليك قوية ان انت تنسحب، وهتنسحب بالفعل. ليه هتنسحب؟ علشان هتكتشف ان هم كذابين ومنافقين ومخادعين ليك لحياتك. الايام اللي جاية بلاش طاقة الزعل والحزن، انت زعلان وحزين بسبب اختيار اخترته، او بسبب ان انت نفسيتك مش مرتاحة اليومين دول، بسبب ان انت اتخذلت كتير، وحتى القرار اللي قلت هو ده هيكون الصح، او الاشخاص اللي انت قلت عليهم مستحيل يغزلوني، مستحيل يأذوني، هما اللي اتصدمت منهم واتخذلت. ودي طبعا حاجة مزعلاك جدا على نفسك، ومزعلاك قوي انه فات الاوان ومش عارف تتراجع عن قرار ولا تتراجع عن ظلم الاخرين ليك. ما تقلقش، ربك كبير وهياخد لك كل اللي هيطلعك من كل اللي انت فيه، بس استعيد بالطاقة الايجابية وارمي ورا ظهرك الطاقة السلبية، وما تسمعش كلام اي حد مهما يكون، علشان لو انت فضلت تسمع كلامهم مش هتلاقي غير الاذى والظلم والخيانات والغدر اللي بيعوم على وشك. وعلشان كده وشك بدأت تظهر عليه اعراض غريبة من الكلام اللي موجود في حياتك. هدي نفسك، هدي اعصابك، خير، راحة، طاقات إيجابية هتدخل لحياتك، بس خلي بالك من الحروف اللي أنا قلتلك عليها، علشان الحروف اللي أنا قلتلك عليها دي مش حابة إن أنت تكون بخير، ولا حابة إن أنت تكون عندك أخبار حلوة أو طاقات إيجابية. ففي حاجات هتجيلك ورا بعض هتفرحك وهتدعمك بإذن الله، وكمان هتطلعك من كذا طاقة انت الفترة دي بتمر بيها، وهتشوف بنفسك قد ايه انت تستاهل الخير، قد ايه انت هيكون عندك دعم على جميع الأصعد بفضل ربنا. دايما اقول لك حرف السين وحرف الحاء وحرف الراء والواو والميم، دايما اقول لك او دايما اقول لكم ان الحروف دي موجودة في حياتكم. حرف السين والواو والحاء والراء والميم دول موجودين دايما في حياتكم، بيعملوا ايه؟ انتوا اللي تقرروا الحروف دي بتعمل ايه في حياتكم. عندك هنا كلام مع الحبيب، الحبيب راجع، هيرجع وهيحاول ان هو يتكلم معاك، هيحاول ان هو هيبقى فيه اشتياق ولهفة، فانا متأكدة ان الحبيب هيرجع لك، او هيكون في كلام بينكم الايام اللي جاية بإذن الله. انت هنا مشتاق له، مشتاق لحبيب، او مشتاق لعودته لقلبك، مشتاق علشان انت قدمت له كتير، انت حبيته واكرمته واديته واستحملته ووقفت جنبه وعملت مع الحبيب حاجات كتير، او مع شريك حياتك، ومحدش تمر فيه اللي انت عملته. دايما الشريك كان فيه في يعني شريك حياتك، خلي بالك انه كان فيه طرف تالت بيتدخل بينك وما بين الشريك، خلي بالك، ومازال في طرف تالت بيتدخل بينك وما بين الشريك، فعايزك تخلي لي بالك وتبدل طاقتك، وتحاول ان انت تخلي الشريك جنبك، تخلي الشريك من صالحك. عندك هنا حد من اهل بيتك، انت دايما بينك وما بين اهل البيت صراع، بينك وما بين اهل بيتك نار، هم مش راضيين على اللي انت بتعمله، ولا انت راضي عن اللي انت ولا انت راضي عن اللي هم بيعملوه في حياتك. اول حاجة انت هنا هيكون عندك بداية انفراجات حلوة، بداية خروج هم وغم من حياتك. الايام اللي فاتت كانت فيها مشاكل، كان في غدر وخيانات، خلي بالك انت هنا مستني مكالمة،
منتظر مكالمه، منتظر لقاء، منتظر حاجه معينه، والحاجه اللي انت منتظرها هتتم. انت هنا عملت حد وعملت حدود بينك وما بين ناس، في هنا نتيجه، والنتيجه دي هتكون فيها دعم ليك مع اخبار ساره. في شخص بيحاول يأذيك، الشخص ده من المقربين لاصدقائك. دايما اصدقائك عندك سوء في اختيارهم، يعني في اصدقاء عندك سوء اختيارهم. عندك مرات عم او مرات خال، مرات عم وبنتها، او مرات حد عندك، مرات اخ او اخت، واحده مقربه ست. الست دي عايزه تاذيك باي طريقه، طمعانه فيك، طمعانه في كل حاجه تخص حياتك. اجمل ما فيك ان انت ما بتعرفش تجامل، دايما شخصيه واضحه، شخصية ما بتحبش النفاق ولا الكذب ولا الخداع، بتحب ان هي تتكلم بطريقة وثيقة، بتتكلم بطاقة عادية، ما بتحبش اللعب والوشوش المتبدلة. هنا انت مشغول، مشغول لاما بتفكير لاما بمشروع، والمشروع ده هيجيب لك رزق حلو. قلبك بيحب وخايف، مريت بصدمة او خذلان من المقربين، انت خدت فتره ولا لقيت اخ ولا اخت ولا حد جنبك، طالع على الدنيا على ايدك، طالع على الدنيا لوحدك وما كانش في حد جنبك ابدا. في هنا حسد، حسد شديد، فيا ريت تبخر لنفسك اول باول، وتحذر لي من طاقه المراقبه اللي في حياتك. عندك اشخاص بيراقبوك ومش حابين لك الخير، وفي هنا حد بيخدعك وبيلعب عليك. في قرار مهم، والقرار ده يعني هيخليك تمشي في طريق هتحس ان الطريق ده متعب، بس بالعكس الطريق ده هتكون بداية انفراجاتك وبداية كده امور منعكسة في حياتك ان شاء الله بإذن الله. في كمان هنا حد بيحاول يستفزك ويخرج اسوأ ما فيك، ما يعرفوش ان انت حتى اللي جواك ان انت طيب، مش خبيث ولا لئيم زي ما هما بيحكوا عنك. انت دايما بتشكر ربنا حتى لو على ابسط الامور، بتشكر ربنا على اي حاجة تخش حياتك. دايما كنت بتعاني، عانيت كتير من خذلان ومن صدمات ومن ضربات قوية، وعلشان كده الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت بتتراجع فيها عن حاجات كتيرة جدا في حياتك. يعني الفترة دي انت عندك بعض التراجع في بعض الامور اللي شغلة بالك، في بعض الامور اللي مخنقاك، في بعض الامور اللي حس ان مفيش حظ بينك وما بينه. خلي بالك انت الفترة اللي جاية دي هيكون في لقاءات، واللقاءات دي هتكون فيها اجتماعات، وهتوصل لبر امان او لبر خير انت هتحصد فيه المدة اللي جاية. المدة اللي جاية او الفترة اللي جاية هتكون فترتك انت لوحدك، فتخلي بالك من نفسك علشان الطاقة الايجابية هتتوزع عليك مع بداية الايام اللي جاية. ما تخليش اي حد يأثر عليك حتى لو بكلمة، علشان حالتك النفسية مش عاجباك ولا انت راضي عنها. انت الايام دي بدأت تتغير، ما بقتش زي ما بقتش اللي هم عارفينه زمان. يعني في الاول كانوا يعني انت في الاول كنت حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. الوضع تبدل 180 درجة، الاركان اختلفت، وانت خرجت ناس من حياتك وطلعتهم من غير اي كلام، علشان عرفت قد ايه هم اشخاص بيحاولوا يأذوك وعاملين حبايب لحياتك. بص انت هنا بتفكر بإيجابية وناوي تاخد خطوة جديدة في حياتك، ناوي تاخد امور مختلفة في حياتك، وعلشان كده بتزيد انشغالاتك واحدة ورا التانية، فما تقلقش. انقباض الروح والألم اللي بيجيلك في ظهرك وضربات القلب السريعة دي كلها سبب التفكير والسحر. انت خدت فترة من الفترات كنت بتعاني من صداع مستمر ولخبطة، لخبطة في نوم، لخبطة في مواعيد، لخبطة في حاجات كتيرة جدا. وزي ما قلت لك خليلي بالك من نفسك ومن طاقاتك، علشان خاطر انت الأيام اللي جاية هيكون عندك فترة فيها دعم وفيها تحقيق كذا حاجة، فملاش تكون منفعل، وتجنب دايما التوتر والحيرة، تجنب أي مشكلة في حياتك. عندك شخص، الشخص ده مخلص ليك جدا،
يعني عندك شخص مخلص ليك ومخلص لصداقتك معاه، مخلص لعلاقاتك بينك وما بينه، دايما بيقول لك الكلمه الكويسه. خلي بالك من الشخص ده، انت عارفه هو بيحبك ودايما كده بيقدم لك الخير، بس في ناس غيرانه وعلاش من الغيره بتاعتها تلاقيهم دايما كده عاملين لك مشاكل، فما تسمعش كلام اي حد. من جميع النواحي انت حاسس ان انت البيبان متقفله في وشك، لا بالعكس، ده البيبان مش متقفله في وشك، ده هي لسه البيبان هترجع تتفتح في قدامك باذن الله. في عين، والعين دي من المقربين، العين دي صايباك بالحسد الشديد اللي مخلي عندك ما عندكش صبر، مخلي عندك لخبطه، وعايش ادوار في حياتك كده بتسال نفسك الادوار دي، بتسال نفسك انا مالي، انا فيا ايه، انا ما كنتش كده. وعشان كده الفتره اللي جايه دي هيكون عندك خير، ومش خير وبس، ده هيبقى فيه مكالمات مع الحبيب، لقاء مع الحبيب، الله اعلم هيبقى فيه اشتياق، تغيرات، امور حلوه هتكون بينك وما بين الحبيب الفتره اللي جايه، علشان الحبيب ندمان وهيرجع لك ندمان علشان سابك وظلمك وجيه عليك في يوم من الايام. احب اطمنك وبشرك دايما بشر ساره ان انت راح الفتره اللي جايه هتاخد حق، وهتاخد قرار هتفكر فيه بشكل مختلف، والقرار ده هيخليك ترمي نفسك في مكان غير المكان اللي انت عايش فيه. انت عشت خدت فترة من الفترات كنت بتفكر بحاجات كده مش بتاعتك، يعني انت كنت بتفكر في اشياء مش بتاعتك، بتقول ازاي انا كده، انا ما كنتش كده. بالفعل انت ما كنتش كده، بس من كتر المراقبه وان انت محطوط تحت الاضواء المتسلطه عليك حاسس باللخبطه، وده امر طبيعي عشان دايما كان في مؤامرات عليك، بس ربك هو اللي قادر ان هو ينصرك. انت حاليا بتفكر في سفر، حاليا عايز تسافر، حاليا عايز تطلع من المكان اللي انت فيه باي طريقه، وعلشان كده بتقدم على بدايات جديده، بتقدم على اشياء جديده الله اعلم، بس انت دي الفترات اللي انت بتاخد فيها قرارات مهمه، وحساك ان انت متردد. ليه كميه التردد اللي عندك دي؟ بص هنا، عندك تردد، متردد وبتفكر كتير ومش قادر تاخد قرار في مواضيع، محتاج ترتاح علشان تعرف تاخد حقك بنفسك ومحدش يتدخل لك في حياتك. لو انت فضلت بالقلق والحيره اللي انت فيها دي مش هتاخد حقك ابدا. لا بص، الطاقه الحلوه دي هيكون من وراها هديه. الطاقه الحلوه دي هتكون زرع للي انت حصدته الفتره اللي فاتت. انت عايز بتسال يا هل ترى الناس دي عايزه مني ايه؟ يا هل ترى ايه اللي هيحصل؟ كل اللي هيحصل الايام اللي جايه هيكون خير. الطاقه، الدعم، الفرحه، الانطلاقات اللي هتحصل لك واحده ورا الثانيه، ده هتكون الاضواء متسلطه عليك، يعني هيكون في دعم. بس ابعد عن الهم اللي انت شايله، لازم الهم اللي انت شايله ده ترميه ورا ظهرك، علشان لو فضلت انت طول الوقت شايل الهم والمسؤوليه دي لوحدك انت اللي هتتعب، وانت مش ناقص تعب، مش ناقص طاقه سلبيه. بص هنا، بسم الله ما شاء الله، عندك واحدة قمحوية وعندك ست بيضة، عندك اتنين. القمحوية دي عايزة دايما بتعمل لك مشاكل بينك وما بين الشريك، يعني لا اما بتلاقيها كده مش راضية عن اي حاجة تخص الشريك او تخصك انت، الله اعلم. القمحوية. البيضة بقى دي عايزة تديك بنتها، عايزه يعني او غيرانه منك، الله اعلم. فيا ريت تخلوا بالكم من الاثنين دول، وما تامنوش لاي حد. انتوا لو كتمتوا سركم وما اديتوهوش لاي حد، حياتكم كلها هتتحسن باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. طيب، حرفيا او حاليا انت عندك طاقه حزن، وطاقه الحزن دي جايه لك من التراكمات اللي ورا بعضها، من الضغط النفسي اللي جاي لك من ورا بعضه. طيب هتفضل لحد امتى كده؟ انت ما كنتش كده، انت كنت شخص متألق، شخص واثق في كل خطواتك، شخص عارف انت عليك ايه وعايز ايه، شخص مس يعني حاسس ان الامور السيئه دي مش بتاعتك. عندك هنا كمان فرحه،
الفرحة دي بعد خطوتين بس هتخطيهم بنفسك، هتجيلك فرحة طال انتظارها. واحب ابشرك بشرة سارة ان انت هتصنع اشياء جديدة في حياتك. السفر اللي انت ناوي عليه في انتظارك، لو انت ناوي على سفر فدي اجمل الفترات اللي انت ممكن فيها تسافر وانت مطمن على حياتك، مطمن على الامور اللي عندك، مطمن على انشغالاتك، على اخبارك. يعني دي الفترة الحلوة لحياتك اللي انت ممكن لا تسافر او ممكن تشوف شغل جديد، حياة جديدة، الله اعلم تشوف انت عايز ايه او انت منتظر ايه. فالاشياء اللي انت منتظرها ممكن تحققها في اي وقت. في هنا كمان بعض التفكير الرهيب، يعني انت عندك تفكير رهيب في مواضيع كتير، كذا موضوع بتفكر فيه وكذا حاجة عايز تحققها، بس في حاجات موقفاك وبتخليك تتراجع. يعني انت بتقول خلاص انا خلاص خدت القرار، بس بترجع. ليه بترجع؟ مش عارف. بتسأل نفسك طب انا خلاص بكون نويت ان انا اغير من نفسي، نويت ان انا اشوف حياتي بشكل مختلف، بس عندك رجوع. ليه الرجوع ده؟ برضو انت مش عارف الرجوع ده ايه سببه، او انا برجع في الامور بسرعة كده ليه. الرجوع ده سببه عين، عين قوية. دايما الرجوع بيكون اسبابه العيون القوية اللي صايبة الشخص بالحسد والنقد اللي غير طبيعي، صايبة الشخص ان هو ما يكونش عنده اكتمال في اي مواضيع. وعشان كده انت بتقول يا رب يسر لي اموري، وبالفعل ربنا هييسر لك امورك علشان هيحسن من الوضع اللي انت فيه. خلي بالك المشكلة اللي انت فيها هتتحل. شايف موضوع او معظم المشاكل اللي انت بتواجهها دي كلها هتتحل، وهتتفتح قدامك باب، باب حلو. الباب ده انت مش هتندم ابدا ان انت فتحته. ليه؟ علشان الباب ده هيشيل عنك الهم والغم اللي في حياتك اللي واخد جزء كبير. وهتقعد في يوم وهتدعي ربنا، هتدعي ربنا انه يغير من الاشخاص اللي في حياتك، هتدعي ربنا انه يقضي حاجتك، هتدعي ربنا انه يبعت لك اشارات حلوه. وبالفعل هتلاقي حقك من اللي ظلمك واللي خانك، وهتلاقي اثبات وجودك بنفسك. بس بيقولوا عليك كلام مش فيك، بيقولوا عليك كلام مش تبعك خالص. فما تقلقش، شوف انت عايز ايه وبتحب ايه واشتغل على اللي انت بتحبه. بص هنا، بسم الله ما شاء الله، ذكائك دايما بيفتح لك البيبان اللي متقفلة، بس خوفك على اولاد، خوفك على اهل، خوفك على الشريك، ده اللي عامل لك المشاكل السلبية. انت مشكلتك ان انت خايف، خايف تعيش في المستقبل زي اللي انت عشته، خايف تعيش الفترة من الارهاق والتعب اللي انت فيه. لا ما تخافش، انت لو عرفت قد ايه ربنا كاتب لك امور حلوة عمرك ما هتندم ابدا. ربنا كاتب لك تغيرات، كاتب لك تغيرات، التغيرات دي انت مستنيها. فانت هنا عندك كمية انتظار، عندك موعد، والموعد ده هيكون خير. في كمان افعى، والافعى التعبانية دي اللي مخلياك عايش في فترة صعبة، مخلياك بتمر بأسى. وعشان كده انت دايما بتقول الصبر هو مفتاح الفرج لأي حاجة، وطول ما انت صابر هتلاقي التغيرات وهتلاقي الفرحة. ما تفقدش ابدا ثقتك مهما تعرضت الأزمات، علشان انا شايفة لك ان انت تعرضت الاستغلال اكتر من مرة، وتعرضت لكذا صدمة اكتر من مرة. فاقدر اقول ان قريب جدا انت هتفرح، قريب جدا هتحقق الاحلام اللي طال انتظارها، قريب جدا هتفعل حاجات يعني مختلفة في حياتك، بسبب ان انت هتتجنب كل المشاكل، وهتتجنب اشخاص معينين في حياتك، وهتتجنب صدمة كبيرة موجودة، والصدمة دي من ناس كتيرة جدا بتحاول تلعب الأدوار اللي تأذيك وتغزلك. فما تقلقش أبدا، طول ما ربك موجود شايف الأمور دي اللي انت مركز عليها، بإذن الله
هتبقى فيها فرج وهيبقى فيها كلام كتير هيتقال من صالحك، من هيفرحك ومن هيسعدك ومن هيبشرك بالخير بفضل ربنا. بس خلي بالك من التراجع، ولو عندك طاقة حيرة طاقة توتر اطلع منها فورا وركز على هدفك مع بداية الأيام اللي جاية، هيكون عندك كلام حلو وأخبار حلوة. وما تنساش تيجي وتبشرني باللي هيحصل معاك. أتمنى لك الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل. ولو بتعاني من سحر ولا قرين ولا تبيعة ولا وسواس ولا أي مشكلة عندك، أول تعليق هتلاقي لينك قناتنا اللي عليها العلاج، ادخل وخد العلاج. تحياتي ليك.